طبعا ننتقل الآن إلى مشاعل. مشاعل أهلا مشاعل، حثينا عن الأجواء. وهل محمد معك؟ يا هلا وسهلا، موجودين معاكم في البوليفارد. الأجواء حلوة جدا، أزياء جميلة، فخر، شعور رائع جدا. وموجودين احنا هنا محمد معنا أيضا بعض الأشخاص اللي يعني نوريكم زيهم الجميل. طبعا الناس اليوم تفتخر تبتهج بهذا الموروث الأصيل والعراق التاريخية القديمة للمملكة العربية السعودية، وهم يتزينون برضو بالأزياء الشعبية التراثية القديمة اللي هي أصبحت العنوان الملفت والأبهر في هذا المكان. معنا مجموعة من الأشخاص اللي لابد أن نسمع أصواتهم، مشاعرهم، مشاعر الفخر والاعتزاز اللي لا زالت حاضرة في هذا المكان. تفضلي معي، تعالي. يا هلا وسهلا، تفضلوا. تفضلي، كيف حالك؟ الحمد لله والله بخير. ما شاء الله، أشوف البرقع حاضر معاك اليوم. أكيد هذا تراثنا. طيب، لازم نعتز فيه. اليوم نبي نتكلم عن مشاعر الفخر والاعتزاز، ثلاثة قرون اليوم نتكلم عن تاريخ المملكة العربية السعودية. إيش مشاعر الفخر لك؟ جدا فخورة أن يعني هذا أول مرة نحتفل فيها، تأسيس الدولة السعودية الأولى. لو تشوف الناس كيف فيهم عز وفخر فينا، شيء يعني لا يوصف للأمانة، ومرة حلو. وياليت كل هنا معنا بس يشوف اللبس والأشكال يفتحون النفس. صدق حرصتي أنك تلبسين وتتقلدين بالزي التراثي؟ لازم، أكيد أكيد. كيف حصلتي على البرقع؟ أنا أعرف أنه في استنفار في الأمانة. والله صراحة كان في يعني بحث قوي في الموضوع، بس الحمد لله لقيناه أخيرا. جميل. طيب أنت تعرفين أنه الأزياء السعودية تختلف بين منطقة ومنطقة. صحيح صحيح. واللي أنت لابسته؟ هذا زين نجد. نجد أكيد. الله الله، كيف شفتي التنوع اليوم في الملابس؟ والله مرة انبهرت صراحة، لا من بنات ولا من عيال، كلهم ما شاء الله تبارك الله مرة حلوين أشكالهم. مشاعل عندك الملعب. يا هلا وسهلا، منورانا ما شاء الله، منورة وزي جميل جدا. نورك يا بعد هالدنيا انت يا رب. سمي نورانا يا سكر حبيبتي. سلمي. ايضا الشباب ما شاء الله تميزوا بالزي التراثي الجميل. يا اهلا وسهلا، حياك الله. اشكركم على حسن الاستضافه قناه ام بي سي. كلنا فخورين في هذا اليوم. كل عام الوطن والشعب الف خير. صراحه فرحه ما توصف، يعني البوليفارد موسم الرياض بشكل عام ما قصر معنا. اشكر خالد حرمي الشريفين ولي عهده على ما قدموه لنا. باذن الله السعوديه في تطور إلى تطور. شكرا لكم. بإذن الله، الله يسعدك، حياك الله. الزي مثلا نشوف أنه البشت الغترشماغ، لكن طبعا تتميز وألوان مختلفة وأشكال مختلفة. أهلا وسهلا، عرفنا بنفسك وزي اللي انت لابسه. معك ريان، وهذا اللبس نعتز فيه ونفتخر فيه وفرحانين بالجامعة الحلوة هذه، واليوم والقرار الجيد والمكان كويس وكلنا فرحانين والله. طب البوليفارد أكيد أنك جيته قبل كذا صح؟ طب اليوم يعني مختلف البوليفارد، الأجواء مختلفة، حكينا شعورك. والله شعور أي واحد معتز بيوم التأسيس، ونبارك للوطن ونبارك لكل الشعب اللي جايين اليوم. بالعافية. الله يسلمك، الله يسلمك. اليوم الناس مستمتعة جدا، مبتهجة كثير مرة. يعني أنا حكيت مع مجموعة من الأشخاص اللي موجودين اليوم في البوليفارد، الكل أو الأغلب حضر لهذا المكان لمرة والمرتين والثلاثة، لكن اليوم مشاعل. حتى أنت جيتي للبوليفارد أكثر من مرة، لكن الصورة اليوم مختلفة. مختلفة جدا. خلينا اليوم عن مشاعرك. مختلفة جدا. لكن محمد كمان الشيء الجميل مثلا إنه نشوف البنات لابسين الشنط القديمة هذه، حتى الشباب يعني مسكين اللي هي الشنط الملف القديمة جدا جدا اللي كلنا نشوف مثلا في أفلام أيام أول، وكلنا جاي بزي اللي يمثل منطقته وبلده، وكلها دول على تلاحمنا، وإنه إحنا يعني أكثر من منطقة، أكثر من تراث، لكلنا إيش؟ كلنا واحد. كلنا واحد. صحيح. نمثل هوية المملكة. صحيح. العربية السعودية. كلنا اليوم نفتخر ونفاخر بعمق الأصالة الضاربة في عمق التاريخ. نتكلم عن ثلاثة قرون من يوم بدينا. صحيح. من بدينا، وهذه أزياءنا واللي نفتخر فيها، واللي لا زالت اليوم تتحلى أو يتحلم فيها مجموعة من الأشخاص في داخل البوليفارد. للأمانة يعني المكان يمتلئ بمجموعة كبيرة جدا من الزوار، خصوصا بعد ما أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ في تويتر أنه اليوم الدخول للبوليفارد مجانا لمن يتقلد أو يتزين باللبس التراثي. نعم مالك. ها
هلا وسهلا. مشاعل انا ابغى هلا وسهلا. انا ابغى اسالك عن موضوع اخر غير اللبس. انتم اليوم برضو كثرتوا على اللبس، احنا مستانسين باللبس، لكن اللي بيروح البوليفارد اليوم وش راح يلقى؟ اللي حيروح البوليفارد حيحس نفسه داخل عالم آخر، يعني أزياء جميلة، أزياء مختلفة، عارف روح الفخر موجودة. يعني إحنا من يوم دخلنا الكل مفتخر، الكل مفتخر بالوطنية، الكل مفتخر بالزي، الكل مفتخر بهذا اليوم اللي تأسست فيه السعودية من 3 قرون، وإن شاء الله للمجد مستمرين بإذن الله. نشوف الشباب والبنات والأمهات والأطفال كل المشارك بهذا اليوم الجميل، اليوم الرائع. يعني نلاقي مثلا الاطفال اللي يرقصوا، الاهالي اللي يعني كل احد روح جميله من كيف نقول روح جميله من ايش الفخر موجودين هنا فعلا. مشاعل اذا نتكلم عن البوليفارد وخصوصا الرياض، في موسم الرياض شاهدنا غير سعوديين اللي يجون السياح من خارج السعوديه، نشاهد الخليجيين، اخواننا العرب المقيمين ايضا في البوليفارد. كيف المشهد هذا؟ هم كيف تعاملوا مع اليوم هذا من داخل البوليفارد؟ اسمح لي اجاوب عنه، لانه لفت انتباهي شغله جميله جدا يا مالك. اليوم في البوليفارد في لحظات الاولى اللي دخلنا لهذا المكان، انا كنت متحمس كثير ومتشوق اني اشوف الناس كيف ممكن تتمثل بالهويه القديمه، الا انه واللي لفت انتباهي اني حصلت مجموعه من الاشخاص من دول خليجيه يتقلدون ايضا بلبسهم وبهويتهم التاريخيه احتفاء طبعا إكمالا لفرحة تأسيس المملكة العربية السعودية، وهم أيضا يفخرون بهذه العلاقة التاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية بالدول المجاورة لها. صحيح. اليوم وحدة وطن فعلا هي من تجمع كل هؤلاء الأشخاص اللي متواجدين اليوم في البوليفارد. يا أهلا وسهلا. برضو حاضرة معنا اليوم وحدة من قطع الجمال للماضي والتراث للمملكة العربية السعودية. يا صحيح. أيضا في مشاركات كثير، يعني كل أحد حاب يشارك معنا، حاب يقول كلمة للوطن. أهلا وسهلا، يا مرحبا، تفضل. لا تفضل هنا. إذا نتعرف عليك وإيش شعورك اليوم في البوليفارد في يوم جميل ويوم يوم الجميل هذا؟ فرحة ما تنوصف بالكل سعودي، لأنه يذكره بأساس وطنه. فأحب أشكر جميع المواطنين السعوديين على تفاعلهم بيوم التأسيس. يعطيك منورك، لا يعطيك العافية. الأطفال مشاركين معانا ولهم وجود، مثل نشوف الأطفال هنا باللبس الجميل. أهلا وسهلا. هلا، كيف حالك؟ الحمد لله. اللبس الحلو؟ الحمد لله. مشاركات كثيرة، يعني تفضلوا. أنا أشوف حتى كل أحد، تفضل تعالوا. تفضل الشباب، تفضل. ونحص على الكتاكي. ما شاء الله تبارك الله. طب اليوم ما شاء الله مشاعل، لو نشوف حتى بعد الشباب هنا، كيف اليوم شفت الأجواء؟ أجواء جميلة ورائعة، الكل يحتفل، الكل فرحان، كل مبسوط بيوم التأسيس. صراحة يوم جميل وفعالية جميلة صراحة. من وانت جالس وتعيش التراث بعينك، وش مشاعر؟ صراحة مشاعر فخر وامتنان واعتزاز كبير صراحة. هويتنا اللي قاعدة تطلع افتخر فيها واعتز فيها بقوة صراحة. لك العافية. يعافيك حبيب قلبي. عفو. تفضلي معنا، تفضلي تعالي. ما شاء الله المكان مليان. طيب يعني كل احد بده يشارك، بده يعبر عن شعورهم، عن فخرهم. تفضلي. اهلا وسهلا. ايش الزي الحلو الجميل؟ الله يسلمك والله. هذا زي نجد. الله جميل جدا الزي. شكرا لك. اليوم ممكن تشاركنا في يوم التأسيس، اليوم الجميل اللي نفخر فيه. والله شعور فخر، وإدارة الحشود فن لا يتقن إلا السعودية. ما شاء الله. من نجد طبعا. شكرا لك. محمد، أجواء حلوة. نرجس وسامي وكل، يعني أنا أتمنى أنكم تكونوا موجودين معنا هنا بس تشوفوا الأزياء الحلوة.